صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص ويرى الاستثناء في الإيمان ويرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكنه لا يرى تكفير تارك الصلاة، فهل يقال إنه مرجئ؟ لا، ما يقال إنه مرجئ، لأن تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، أما إن كان متكاسلا وهو يعترف بوجوبها قد اختلف العلماء في تكفيره. الجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يكفر الكفر الأصغر، والقول الصحيح الذي عليه المحققون أنه يكفر الكفر الأكبر ولا صارف إلى الكفر الأصغر، لا دليل على صرفه، فيكفر الكفر الأكبر، لكن لا يعد هذا من المرجئة، لا يعد من المرجئة، لأن هذه مسألة خلافية.